بص فرام لورا العجله اللي قدام وقفت. سكوتر كيوي فيستا واحد من السكوترات اللي محقق نجاح كبير قوي اخر سنتين في السوق المصري من ساعه ما نزل في 2022. سكوتر منافس في فئه الثمانينات. ايه في السكوترات اللي في فئه الثمانينات اللي بينافس السكوتر ده؟ عندنا طبعا سكوترات اس واي ام اس ار والاس طبعا بقى من فئه البريلي، في كافينيرو سبورت، وفي طبعا سكوترات ثانيه كتير، ولكن ده يعتبر من السكوترات اللي نجحت فعلا واثبتت جدارتها في السوق المصري. السكوتر ده بيديك قوه حوالي 13 حصان وتانك بنزين 9.5 لتر، من اكبر تانكات البنزين الموجوده في الفئه دي في السوق المصري. السكوتر ده طبعا فرامل امامي وخلفي باكن سي بي اس، الانوار هنا ال اي دي بالكامل امامي وخلفي، وكمان المفتاح عندنا هنا سمارت كي. وزن السكوتر 128 كيلو، يعتبر اخف من الجيت 14 تقريبا بحوالي 7 او 10 كيلو، يعني السكوتر وزنه متوسط، ولا هو خفيف قوي زي الاوربت والجيت 4، ولا هو تقيل يعني زي الجيت اكس والجيت 14 والكلام ده. السكوتر هنا اربع مساعدين، السكوتر طبعا كربراتير واحد سلندر وتبريد هواء. الكربراتير طبعا كان في الدفعه الاولى اللي نزلت في 2022 كان فيها بعض المشاكل في الكربراتير نفسه، ولكن طبعا اتعدلت بكتير جدا، اتعدلت اصلا يعني او اتظبطت في الدفعات الجديده كلها اللي نزلت بعد كده. نبدا نشوف السكوتر قدام لورا ونعرف سعره كام حاليا في السوق المصري، ونشوف كمان هل القطع غير متوفره ولا لا. طيب السكوتر الواجهه الاماميه بتاعتنا هي واجهه رياضيه بحت زي ما قلت لكم، موضوع ال اي دي طبعا هندور دلوقتي السكوتر كمان عشان الانوار تبان معانا. بسم الله. طبعا زي ما انتم شايفين انوار، ده كان النور الواطي، والنور العالي هي لنسات، اربع لنسات، اللنسات اللي على الجناب خالص دي هي النور الواطي، واللي في النص هي النور العالي، بيبقوا الاربع منورين مع بعض. في تاتشات كربون فايبر جميله كده في النص، تاتش لذيذ قوي. وعندنا طبعا في انتظار، الانتظار ده هنا في الصدر نفسه او في البادي نفسه، انا شايف الانتظار نوره قوي جدا جدا. اللون اصلا الاسود هو بيبقى نازل اسود وكحلي وكام لون كده، مميزين قوي قوي اللون الاسود واللون الكحلي بتاعه، مميزين قوي. هتلاقي فوق شويه في سكرينه كبيره خالص باللون الاسود كده كده، كبيره ولكن زي جيت 14 كده، كبيره على الصدر نفسه، لكن هي كبيره مش فوق، هي كبيره على الصدر. يعني هل هي ليها لازمه؟ لا يعتبر ما لهاش لازمه، انها غير انها بتحمي بس الحته اللي قدام دي، وبتحمي العداد شويه، حاجات بسيطه خالص خالص. يعني مهما وطيت السكرينه دي مش هتعمل اي حاجه، حتى الجدول نفسه، بصوا الجدول نفسه نفس ارتفاع السكرينه. طبعا هي سكرينه حلوه بس هي شكل جمالي باللون الاسود كده، رايقه قوي. اللون الاسود انا شايفه لون لذيذ جدا، اسود مط، طريقه حلوه قوي. مكتوب طبعا كيوي هنا من عندنا من على الجنب. الجنوط هنا عندنا 13 سواء امامي او خلفي، فهي 13 طبعا زي ما احنا شايفين. الناحيه الثانيه جهاز الفرامل نبص عليه، في اثنين اللي هو الكابلين نازلين عليه، ده عشان السي بي اس، عشان لما اجي ادوس فرامل ورا هي كمان تقف. هنجرب دلوقتي برده الموضوع ده مع بعض. بصوا انا كده دايس فين؟ انا هنا دايس فرامل خلفيه، حرك كده العجله على انس، بص فرامل ورا العجله اللي قدام وقفت. طبعا عشان هي بتدي نسبه وتناسب، الخلفيه بتبقى 70% قدام حوالي 30%، في حدود ال 70 30%، فكده عندنا الفرامل هنا سي بي اس. طب ده بيساعد على ايه؟ ده بيساعد عشان الناس اللي ما بتعرفش تستخدم الفرامل الاماميه او بتخاف انها تتزحلق منها، فده بيخلي لا الفرامل كده كده الاماميه بيتداس بقى بنسبه بسيطه اللي ما توقعش، بس كده، ده الفكره كلها، تمام؟ نبص على الدنيا كلها بقى هنا في البادي نفسه، هتلاقي ان انت عندك هنا في درج صغير خالص خالص، يعني حاجه لو حطينا تليفون مثلا، نيجي نعمل كده، بص التليفون ايه؟ كده كده هيقع منك، في اي مطب اي نقره ده هيقع منك، وهنا في شاحن باين، اهو في شاحن اهو، شاحن يو اس بي، تمام؟ عندنا هنا السيت والفيول، بس كده تفتح عندك تانك البنزين هنا اهو من جوه. وبعد كده تيجي تفتح هنا الشنطه، تفتح الشنطه، طبعا ده المفتاح بتاعنا ها عشان برضه ما ننساش، المفتاح ده انت مش محتاج تستخدمه، تحطه في جيبك بس. بتفتح هنا الشنطه متوسطه، ما تاخدش خوذه كده كده في اي شكل من الاشكال. في هنا عندك البطاريه بتاعت السكوتر، وعندك هنا شنطه عده صغيره، بس بصراحه انا شايفها هي صغيره بس حلوه، يعني اكيد احسن من بتاعت اس واي ام اللي تنزل. بص ايه ده ايه ده ايه ده، هي شغل عالي والله تصدقوا، لا شغل حلو ده. شنطه عده كويسه طبعا متوسطه، هي مش كامله ولكن اكيد احسن مثلا من اللي بينزل في اس واي ام والكلام ده، بيبقى نازل حرفيا حاجتين بالظبط، اللي هو مفك وبيبت بوجي باين. هنا ده عندنا الكتالوج بتاع كيوي، بس كده عندنا رقم الشاسيه بيبقى هنا، ده بيبقى محطوط هنا على طول رقم الشاسيه. الكرسي نفسه انا شايفه لذيذ جدا، هو خشن شويه، يعني الملمس بتاعه مختلف عن بقيه السكوترات شويه، هو خشن بطريقه غريبه كده، وفي زي مثلا الظهر صغير خالص خالص، يعني حاجه لا تذكر، هو تحسها شكل اكتر مش اكتر، وانك تسند يعني مؤخره ظهرك خالص كده عليه، حاجه بسيطه خالص يعني، ولكن التطريز بتاعه لذيذ شويه. طبعا حته العتبه اللي في النص دي انا ما بحبهاش اصلا، ولكن تاكل بنزين هنا ميزته ان انت مش بتضطر انك تفتح الشنطه بتاعتك وانت في البنزينه، او انت تنزل اصلا من السكوتر، دي الميزه الوحيده اللي انا شايفه في الموضوع يعني. لكن هنا العتبه دي انا بستغلسها ان انت مش هتعرف تحط ولا شنطتك ولا كيس. في ناس بيبقوا مثلا
بيضطروا ياخدوا شويه حاجات زياده معاهم، طبعا الشنطه استحاله تكفي، فانت بتحطها بقى بين رجلك، هنا مفيش حاجه اصلا تحطها، اخرك بقى تعلق اكياس هنا، شنط على الجدول وانت ماشي، لا بس مش اكتر. فطبعا عندنا هنا هتلاقي خزنه زيت الباكن بتاع الفرامل الخلفيه، وهنا برضو الاماميه، الفرامل الاماميه الخلفي باكن زي ما قلنا، التعداد كله باللون الابيض في اسود، هتلاقي السرعه بالنص بالكبير، على الجنب هنا البطاريه بتاعتك، من على الشمال خالص البنزين، تحت هنا التريب والتوتال، وفوق هنا الساعه ودرجه حراره الجو، على الشمال خالص هنا في الار بي ام بتاعك، ولا الار بي ام فين؟ لا دي هنا السرعه بتاعتك على الشمال، وعلى اليمين الار بي ام. عندك الجاكمان متواضع خالص، انا حاسه واطي شويه على الارض بس ما فيهوش حاجه يعني، هو الجاكمان نفسه متواضع عادي، هو عليه كوفر كده جميل بلاستيك عشان برضه يحميه. هنا ورا في نور قوي 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 بتاع النمر، يعني انا حاسس ان هي كشاف عماره محطوط تحت ما شاء الله. في شويه تفاصيل كده في الليله نفسها، مش كلاسيك لا، هي سبورت، السكوتر كله بالشكل السبورت. هتلاقي عندك ان هي اثنين مساعدين خلفي، ف يعني الموضوع لذيذ، وهتلاقي حتى الاضاءه اللي عندك ورا دي متواضعه بس حلوه صراحه، هي ال اي دي شريط كده بالكبير من على الجناب، فشكلها حلو يعني. حجمه هل هو كبير ولا صغير؟ انت طبعا اللي تحكمه بقى، يعني ده حجمه بالنسبه ليا انا. انا بالنسبه لي معايا جيت 14، انا حاسس ان الحجم شبه جدا جدا، شبه الجيت 14 جدا جدا. كده كده عندك الجدول متحرك والفوانيس والصدر كله ثابت، شبه جيت 14 برضو نفس الكلام. فانت انا قاعد عن نفسي عادي يعني، هي ولا هو صغير ولا هو كبير، هو يا دوب متوسط. حتى هتلاقي في مكان الخلق اللي تحت ده انك تفرد عليه رجلك ربع فرده نص فرده كده، حاجه بسيطه خالص زي ما انتم شايفين، حاجه بسيطه. بس في ناس كتير بترتاح في القعده كده، انا زي ما قلت لكم دايما بحب ابقى قاعد اعمل كده وانا سايق كده، رجلي راميه على بره بس كده وانا قاعد، انا كده بقى قشطه يعني. وفي طبعا حته العتبه الصغيره في الكرسي دي انا حاسس بيها تحت المؤخر، يعني عندي في مؤخره ظهري كده انا حاسس بالبتاع الصغيره اللي هي الخازوقيه دي، يعني هي مش فايده في حاجه بصراحه، بس يعني ممكن حد يكون بيستريح فيها عادي يعني، انا ما اعرفش بصراحه يعني. قطع غيره بنسبه كبيره بقت متوفره، بنسبه كبيره قوي يعني، مش هقدر اقول لك 100% طبعا، لان عادي ممكن تلاقي حاجه صغيره خالص فجاه مش موجوده، او حاجه كبيره قوي مش موجوده. بس حتى الان قطع غيار احنا بنسبه 80 او اكتر، 80% بنجيب قطع غيار تمام. فبنسبه كبيره لا، هي قطع غيار تعتبر موجوده، لانه كان بالاخص بقى له سنتين ونجح، يعني هو بقى له سنتين في السوق ونجح. هو اول ما نزل كان في مشاكل في الكرباتير، بعد كده الموضوع ده اتحل بصراحه من الشركه، وحتى بره الشركه في كتير لقوا له حلول. بعد كده خلاص الموديلات الجديده تعتبر الكرباتير بتاعها لا يعتبر اتظبط خلاص. بالنسبه لسعره فهو بيلعب في نص الثمانينات، يعني فرنج ال 85,000 في الحدود دي يعني. انا بقول لك ايه، عشان هو ممكن ينزل مكان يرخص شويه، ممكن يغلى شويه، بس احنا بنتكلم ان هو في الثمانينات، اول يعني مثلا من شهر بالظبط كان في اوائل الثمانينات، كان ب 82 في الحدود دي، دلوقتي وصل ل 85. فهو السوق ساعات بيروح ويجي كده، فهي ده متوسط السعر بتاعه. قبل بقى الكلام ده كله من 3 4 شهور لا كان نزل في التسعينات، وبعد كده رخص جامد، وبعد كده غلى شويه، عشان كده السعر لا بكلمك حتى الان متوسط في نص الثمانينات. طيب الاسكوتر ده طبعا موجود في معرض ايزي بايكر في اسكندريه في جليم، بنشحن على اي محافظه في جمهوريه مصر العربيه كلها ان شاء الله. عندنا الصيانه قطع غيار كلها باذن الله بنحاول نوفرها على قد ما نقدر، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي.